تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة الفائزين بجائزة وطني الإمارات للعمل الإنساني في ختام دورتها الثامنة، وذلك خلال احتفالية في مقر متحف الاتحاد بدبي، تأكيدا على ثوابت العمل الإنساني في دولة الإمارات وتعزيزا للجهود التشاركية في المجتمع وإرساء لمبدأ تقدير كل جهد من شأنه إبراز القيم الوطنية والإنسانية في المجتمع الإماراتي والعربي والاحتفاء بكل من يعليها. وأكرم سموه بالبصمة الذهبية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، تقديرا لجهود سموه الكبيرة وإسهاماته المؤثرة في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19 وقيادة فرق العمل المكلفة بالتصدي للوباء. كما كرم سموه بجائزة البصمة الإنسانية الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس جمعية واجب التطوعية، تقديرا لجهوده في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والإنسانية. وشمل التكريم كلا من معالي نور الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بجائزة البصمة الثقافية، ومعالي سارة الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بجائزة بصمة علم، إضافة إلى شرطة أبو ظبي بجائزة بصمة أمن. وقد خصصت جائزة وطن الإمارات للعمل الإنساني بصمتها الاستثنائية لفريق مسبار الأمل، حيث كان للفريق بصمته الواضحة في تحقيق النجاح والريادة للدولة والوطن العربي في مجال اكتشاف الفضاء.